لأن الظلم أنواع أسوأها أن أشهد زورا. وكان متكئا فإيه فاعتدل وقال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة حتى قلنا ليته سكت. شهادة الزور ليه؟ في ظلم الإنسان. أخذ بيد الرجل يريد أن يشهد خارج المسجد بعد صلاة الظهر، فلانظر إلى قرص الشمس فنظر فلم يستطع أن يفتح عينيه مبهر، قال على مثله فاشهد. يعني إيه؟ يعني كان الشيء اللي تشهد عليه واضح وضوح قرص الشمس اشهد. ابن مسعود يقول عدلت شهادة الزور الشرك بالله تبارك وتعالى ثلاثا، يعني ما عدلتش اي كبيرة، ده عدلت الشرك بالله اللي هو اكبر الكبائر. كيف ذلك؟ قال اقرأوا معي الى قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور.